جهاز البلاي ستيشن 5 راح ينزل بوقت جدا جدا قريب، باقرب مما تتخيل، لدرجة انه سوني اعطتنا 10 معلومات عن جهاز البلاي ستيشن 5. طبعا تذكروا هاي مو 10 اشاعات، مو 10 توقعات، لا هاي 10 معلومات مؤكدة طلعت من شخص اسمه مارك سيرني. هذا الشخص هو كان احد المصممين واكبر الناس اللي صمموا جهاز البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 3، سوى مقابلة مع جريدة او موقع اسمه وايرد واعطانا كل هالمعلومات. فيلا خلينا نبدا بالفيديو ونبدا بالمعلومات. قبل ابدا الفيديو بس حاب اذكر انه في جيف اواي شهري على القناه على سماعه وماوس وكيبورد جيمنج مقدم من شركه لوجيتك. كل عليك تسويه لتشترك بالجيف اواي، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناه واكتب اي تعليق مع حسابك على الانستغرام او تويتر. ويلا خلينا نبدا. معلومه العاشره انه البلاي ستيشن 5 راح يكون فيه سي بي يو 8 كور اي ام دي. هذا الشيء يساوي الاي ام دي 3 جنريشن من رايزن موجود حاليا. طبعا اللي ما يعرف بالبي سي اظن مالك فاهم شو قاعد اتكلم. بالبي سي دائما اهم شغلتين عندك اياها بالبي سي بالذات للجيمنج او لما تبي تلعب العاب هي السي بي يو والجي بي يو. الجي بي يو اللي هو كرت الشاشه والسي بي يو. فالسي بي يو اللي هيكون موجود بالبلاي ستيشن 5 هو تقريبا اقوى شيء موجود حاليا. فالناس قالوا اوكي شيء رهيب، بس مشكلته ان السي بي يو قاعد يتطور كثير، كل سنه مع سنه يطلع شيء جديد. فانه صحيح اللي راح يعطونا حاليا اقوى شيء موجود بالسوق، بس انه يعني مع سنه او سنتين راح ينزل اقوى منه. مشان هيك الناس يفضلوا نوعا ما لعب البي سي، لانه البي سي كل ما ينزل شيء جديد طورة البلاي ستيشن كل 5-6 سنين ما يمديك. فاي حاليا اللي راح يكون موجود بالبلاي ستيشن 5 السي بي يو هو تقريبا اقوى شيء موجود حاليا، فمعناته راح يعطينا اقوى جرافيك واقوى وضوح. المعلومه التاسعه، رحنا من السي بي يو جينا للجي بي يو او كرت الشاشه او ما يسمى الجرافيك كارد. الجرافيك كارد اللي راح يكون موجود فيها هي الراديون جي بي يو اللي هو يساوي الكروت شاشه ار تي اكس من شركه انفيديا. طبعا الكروت شاشه الموجوده حاليا في شركتين منافستين اللي هم انفيديا وشركه راديون. فالكروت اللي هتكون موجوده بالبلاي ستيشن 5 هي اللي تساوي الار تي اكس بانفيديا. شو اللي يميز كروت ار تي اكس حاليا من شركه انفيديا؟ هي انه اللي يسموها ريد تريسنج، او اللي هو مثلا لما تفوت تلعب لعبة تشوف انعكاس الضوء بكل مكان. يعني تشوف سيارة مثلا بلعبة باتل فيلد تلاقي انعكاس النيران عليها، تلاقي مثلا لما تطلع بعيون شخصية باللعبة تلاقي انعكاس، تلاقي بعيونه نفسها في تفاصيل الدنيا اللي وراه. يعني تفاصيل بالانعكاسات والإضاءة شيء جدا جدا رهيب. وهذا الشيء صراحة شيء جدا رهيب، لأنه البي سي حاليا يبيلك مواصفات خرافية لفعليا تطبق الانعكاس هذا بشكل جدا رهيب. يعني مو والله بس تجيب كارت شاشة RTX الجديد، تبي جي بي يو سي بي يو منافس إلى، تبي اشياء يعني جدا رهيبة للبي سي يعطيك هالمواصفات الرهيبة. فكيف البلاي ستيشن 5 راح يؤدي هالشيء ما ندري، بس اكيد بلاي ستيشن راح يسووها بافضل طريقه ممكنه. فاي كل الناس اللي عندهم بي سي اللي عندهم كروت شاشه ار تي اكس يحكوا لك شوف الوضوح والانعكاسات عنا، هالاشياء كلها راح تجينا على البلاي ستيشن 5. وغير هيك المارك سيرني نفسه قلت لكم عليه هو المطور للبلاي ستيشن، حكى انه الانتقال من البلاي ستيشن 3 للبلاي ستيشن 4 بالنسبه للصوت ما كان مره رهيب، كان نفس الصوت البلاي ستيشن 3 نفسه على البلاي ستيشن 4، بينما البلاي ستيشن 5 راح يكون في صوت 3D او صوت ثلاثي الابعاد. فانه لما تستعمل سماعه راح تحس كل شيء حواليك قدامك وراك يمينك يسارك. هالشيء موجود حاليا على البلاي ستيشن 4 بس مو ثلاثي الابعاد، بس رهيب. بينما على البلاي ستيشن 5 راح يكون ثلاثي الابعاد بشكل كامل، فلما تلعب لعبه راح. المعلومه الثامنه شيء جدا رهيب، حكوا انه البلاي ستيشن 5 راح يدعم HDR 8K. 8K تعرف شو يعني 8K؟ اللي هو تقريبا اعلى وضوح فريمات موجود حاليا. نحن حاليا الشيء المتطور هو ال4K، لا البلاي ستيشن 5 راح يدعم ضعفه اللي هو ال8K. طبعا اوكي تفكر فيها واو 8K شيء رهيب، بس ترى ما يمديك تاخذ وضوح ال8K الا ليكون عندك شاشه 8K. وشيكت قبل اصور الفيديو، ارخص شاشه 8K موجوده حاليا بالسوق سعر 15000 درهم او ريال سعودي. هاي ارخص شاشه 8K موجوده حاليا. فا اوكي الشيء رهيب انه البلاي ستيشن قوته انه يدعم دقة 8K، بس ما اظن حد عنا عند المبلغ اللي هو يدفع 15000 عشان شاشة. بس ناس يقولوا انه حاطينها للمستقبل، انه يعني يشتري البلاي ستيشن 5 حاليا بعد 3-4 سنين شاشات ال 8K راح ترخص، راح توصل لسعر
3000 4000 فوقتها يمديك تشتريها وتنبسط فيها، او لو عندك فلوس حاليا اشتري شاشة ب 15000 وعيش دقة الخرافية. يعني الفور كي شيء رهيب، كيف الايت كي شيء جدا جدا مجنون. معلومة السابعة، انه جميع العاب البلاي ستيشن 4 راح تشتغل على البلاي ستيشن 5 بدون اي استثناء. هذا الشيء جدا جدا رهيب. فيعني حاليا اي لعبة قاعد تلعبها على البلاي ستيشن 4 السي دي نفسها تحطها بالبلاي ستيشن 5 وتشتغل. اي لعبة محملها على الستور عندك للبلاي ستيشن 4 راح تتحمل على البلاي ستيشن 5. فورتنايت، كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3، ايباكس ليجند، كل الالعاب هاي راح تكون شغالة مثل ما هي على البلاي ستيشن 5. واحد من البلاي ستيشن 5 يمدي يلعب مع واحد من البلاي ستيشن 4 بدون اي مشاكل اللي صارت بين البلاي ستيشن 3 وال4. اللي ما يدري ال4 ما يمديك تلعب بين البلاي ستيشن 3 وال4 ابدا، ما في اي تواصل بين الجهازين، وتقريبا نص الالعاب على البلاي ستيشن 3 ما يمديك تلعبها على البلاي ستيشن 4، والالعاب اللي على البلاي ستيشن 3 يمديك تلعبها على ال4 هي العاب نزلت ريماستر لازم ترجع تدفع وتشتريها مره ثانيه. هالكلام ما راح يكون موجود على بين ال4 وال5، فاي شيء جدا رهيب. فلو عندك اي لعبه قاعد تلعبها حاليا وخلص البلاي ستيشن 5 راح ينزل، لا تبيعها، خلي اللعبه عندك لانه راح يمديك تلعبها على البلاي ستيشن 5. معلومه السادسه، معلومه يمكن ما تهم عدد كبير منكم، بس حكى انه البلاي ستيشن 5 راح يدعم نظاره البلاي ستيشن في ار الموجوده حاليا، فما عندهم اي نيه ينزلوا نظاره جديده. فاذا واحد محتار حاليا انه يشتري نظاره الفي ار او لا، خايف يشتريها وينزل البلاي ستيشن 5 وما تشتغل عليه، لا، حكى انه البلاي ستيشن في ار او نظاره الواقع الافتراضي راح تشتغل بشكل كامل على البلاي ستيشن 5، وما عندهم نيه ينزلوا نسخة للبلاي ستيشن 5، لا، نفسها الموجودة على البلاي ستيشن 4 راح تشتغل على البلاي ستيشن 5. المعلومة الخامسة شيء جدا جدا رهيب، اللي هو ان الهارد ديسك او قرص التخزين راح يكون SSD، راح يكون SSD للبلاي ستيشن 4 اللي موجودة عندنا حاليا او ال 3 كان هارد ديسك عادي نفس اي هارد ديسك. شو الفرق بين الهارد ديسك العادي والاس اس دي؟ اول شيء انتم شايفين الهارد ديسك العادي يكون ضخم ومدري ايش، حتى الموجود جوا البلاي ستيشن اكبر من هذا، بينما الاس اس دي يكون شيء جدا صغير تقريبا شريحة. وشيء الحلو انه الاس اس دي اسرع من الهارد ديسك العادي بألف مرة. ممكن حد يقول طيب شو راح تفيد السرعة؟ مو والله اسرع انك تحمل اشياء، هالشيء انه له علاقة بالانترنت عندك، بس اسرع من ناحية اللودينج جوا الالعاب. يعني لما تفوت على لعبة يكون عندك لودينج بالبلاي ستيشن 4 مثلا، خلينا نقول لعبة جي تي اي، تفوت اللودينج جدا يطول صح، تقريبا 20 ثانية اللودينج، ف 20 ثانية راح تصير ثانيتين، لدرجة انه حكوا هم نفسهم جربوا الهارد ديسك على لعبة سبايدر مان. مثل ما قلت لكم العاب البلاي ستيشن 4 راح تشتغل على البلاي ستيشن 5، فجربوا سبايدر مان الجديدة على البلاي ستيشن 5، الفاست ترافل اللودينج فيها من 15 ثانية على البلاي ستيشن 4، 15 ثانية على البلاي ستيشن 4 الى 0.8 على البلاي ستيشن 5، شيء جدا رهيب. يعني من 15 ثانية اللودينج على البلاي ستيشن 4 الى اقل من ثانية واحدة على البلاي ستيشن 5، فهذا الشيء اللي يسويه الاس اس دي. فمن زمان الناس حتى يعني الناس كانوا يطالبوا انه البلاي ستيشن 4 كان لازم ينزل مع الاس اس دي، تقنية الاس اس دي موجودة على وقت البلاي ستيشن 4 بس ما نزلوها للاسف، وحاليا على البلاي ستيشن 5 راح نشوف الهارد ديسك الاس اس دي راح يكون موجود معه. على سيرة الاس اس دي، هذا الفيديو برعاية وسترن ديجيتال اس اس دي SN750. هذا الاس اس دي موجود حاليا بالسوق، يعتبر من اسرع الاس اس دي الموجود بالعالم في سعات معينه، في 250 جي بي نفس الموجود حاليا، في 500 جي بي، في 1 تيرا وفي 2 تيرا، كل الاشياء موجوده وكل واحد مع السعر تبعه. طبعا مثل ما قلت لكم من شوي شرحت لكم فائده الاس اس دي، هو هارد ديسك نفس اي هارد ديسك عادي بس جدا سريع ويفيد للجيم، مو بس للجيم، اذا عندك برامج على الكمبيوتر، برامج اديتنج، برامج للجامعه، الاس اس دي يخليها تشتغل بشكل جدا سريع ما تعلق. والاس اس دي هاد بالذات ما بيستعمل طاقه كثير، فما راح ياخذ قوه من الباور سبلاي عندك على البي سي، وغير هيك فينك تركبه على الكمبيوتر او على البي سي، وغير هيك مثل ما شايفين حجمه جدا صغير فما بيحمى ابدا وما بيسبب حراره للكمبيوتر. تفاصيل اكثر وموقع شراء للويسترن ديجيتال اس اس دي SN750 موجوده بالوصف. فيلا خلينا نرجع للفيديو. المعلومه الرابعه انه البلاي ستيشن 5 راح يدعم السي دي. اللي ما يدري حاليا الالعاب صايره بعالم ثاني، مثلا شركة جوجل عملت خدمة جوجل ستيديا اللي هي نفس نتفليكس، اللي هي الألعاب بدون سي دي، بدون جهاز، بدون أي شيء، خدمة فقط، خدمة أونلاين نفس نتفليكس، تدفع وتلعب ألعاب بأعلى دقة. الإكس بوكس الجديد، أجدد إكس بوكس نزل حاليا، ما فيه سي دي، ما فينك تحط فيه سي دي، والإكس بوكس القادم الجديد اللي هو على ما أظن راح يكون اسمه إكس بوكس 2 ما راح يكون فيه سي دي وما يمديك تحط فيه سي دي. البلاي ستيشن قالوا لا، نحن الجهاز تبعنا راح يدعم سي دي بشكل كامل. بعدين لما حكى هالجملة مارك سيرني اللي هو المؤسس
ستيتس حكاله اللي قاعد يعمل معه المقابله. هل هذا الشيء معناته ان انتم ما راح تتقدموا او تستعملوا تقنيه الكلاود جيمنج مثل تلكم جوجل حاليا نفس نتفليكس انك تستاجر العاب وتلعبها، ونفس الشيء اكس بوكس حاليا بداوا بخدمه كلاود جيمنج اللي هي انك تلعب العاب بدون ما تحملها وتدفع اشتراك شهري. رد مارك سيرني عليه وقال نحن المتخصصين او نحن المختصين بالكلاود جيمنج او نحن افضل ناس بالكلاود جيمنج قاعد هاي شوي، فمعناته انه البلاي ستيشن 5 راح يدعم السي دي صحيح للناس اللي يحبوا اللي يشتروا العاب على سي دي، ونفس الوقت راح يدعم الكلاود جيمنج او راح تكون في خدمه من سوني نفس خدمه جوجل ستيديا او الاكس بوكس او نتفليكس، يعني اللي هي انك تلعب العاب مقابل انك تدفع اشتراك شهري. في اشوف حركة حلوة، الناس اللي بدهم سي دي موجود الخيار، الناس اللي بدهم اشتراك شهري موجود هالخيار. كم معلومة الثالثة، لمح انه كل من لعبة Death Stranding اللي هي اللعبة المنتظرة من كوجيما حصرية بلاي ستيشن، ولعبة Last of Us القادمة، لمح انه هالالعاب راح تكون للبلاي ستيشن 5 او مو راح تكون للبلاي ستيشن 5، خلينا نقول نفس لعبة Call of Duty Ghost نزلت على نهاية البلاي ستيشن 3 ونزلت بشكل كامل على البلاي ستيشن 3 وبعدين نزلت نسخة محسنة منها على البلاي ستيشن 4، فهون راح يسوي نفس الشيء. اللعبة Death Stranding و Last of Us 2 راح ينزلوا على البلاي ستيشن 4 وبعدين بعد بشهر شهرين راح ينزل البلاي ستيشن 5 وتنزل نسخة محسنة على البلاي ستيشن 5. فهذا الكلام اللي لمح عليه ممكن حد يقول بشار انت قلت قبل انه العاب البلاي ستيشن 4 راح يمديك تلعبها على البلاي ستيشن 5، صحيح راح يمديك بس نفس الوضوح، يعني الكول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 حاليا يمديك تلعبها على البلاي ستيشن 5 بس نفس الوضوح ما راح تختلف، بينما هون نفس اللي يسووه مع لاست اوف اس وجي تي اي اللي هو راح ينزلوها على البلاي ستيشن 4 الناس يلعبوها مع جرافيك حلو، بعدين بس ينزل 5 راح تنزل على ال5 مع جرافيك افضل، فراح ياخذوا فلوس من هون وفلوس من هون. للاسف الحركه هي كلها عشان الفلوس اخر شيء. فاي يعني نوعا ما لمحوا انه هالالعاب هي العاب للبلاي ستيشن 5 بس راح ينزلوها مع جرافيك اقل على البلاي ستيشن 4. معلومه ثانية، السعر كم راح يكون سعر البلاي ستيشن 5؟ طبعا سألوا على هالسؤال ما جاوبوا بس قال انه السعر راح يكون موافق لكل الخدمات او كل القوة اللي راح يعطيها البلاي ستيشن 5، فراح رد عليه المذيع وحكاله هل هالشيء معناته انه راح يكون غالي؟ قال ما فيني اتكلم اكتر من هيك، فانه لمح انه البلاي ستيشن 5 راح يكون جهاز قوي، راح يكون جهاز خرافي وسعره راح يكون على قد قوته يعني، فمعناته انه راح يكون غالي، راح يكون اغلى من البلاي ستيشن 4 بس ما اظن يوصل لمستوى البلاي ستيشن 3. البلاي ستيشن 3 نزل بسعر جدا غالي تقريبا 600 دولار، بينما البلاي ستيشن 4 نزل بسعر 399 دولار، فراح يكون شيء بيناتهم. اظن راح يكون بسعر 500 دولار، يعني درهم او ريال تقريبا 1700 او 1800 درهم او ريال، مع زيادة الأسعار عنا يعني راح يوصل 2500 درهم أو ريال سعودي للأسف. فأي تقريبا هيك راح يكون سعر البلاي ستيشن 5. والمعلومة الأولى، البلاي ستيشن 5 ما راح ينزل هالسنة، البلاي ستيشن 5 راح ينزل بسنة 2020 بس ما حدد متى ب 2020، بس الناس متوقعين أنه بنوفمبر عام 2020، أنه بشهر 11 بعام 2020، لأنه هذا أفضل وقت ينزلوا فيه جهاز جديد، لأن موسم الأعياد بأمريكا وأوروبا اللي هو أعياد الكريسماس تكون بشهر 12، فبموسم موسم الأعياد معظم الناس يجيبوا هدايا لبعض وآباء يشتروا هدايا لأولادهم، وهالهدايا راح تكون للبلاي ستيشن 5، فإنه نفس اللي عملوه بالضبط مع البلاي ستيشن 4 نزل بهالوقت على موسم الأعياد، فسوني مبيعاتهم كانت جدا رهيبة هذا الوقت، فأي نفس الشيء راح ينزلوه حاليا يعني شهر 11 ب 2020 يعني بعد سنة ونص تقريبا. أظن ما عندي مشكلة، البلاي ستيشن 4 تبعي حاليا كويس فما عندي مشكلة ألعب بلاي ستيشن 4 كمان سنة ونص. فإيه هالفيديو شباب أتمنى يكون عجبكم، أتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تشاركونا شو أكثر معلومة حمستكم وشو في أشياء أنتم ودكم تشوفوها بالبلاي ستيشن 5 ما ذكرتها بهالفيديو. أنا صراحة ودي أشوف 120 فريم، هذا الشيء ما ذكروه بالمقابلة أبدا، صراحة بالنسبة إلي الفريمات أهم من الوضوح. اللي ما يدري حكوا إنه 8K وضوح وخرافي وكذا بس ما جابوا سيرة الفريمات، نحن على البلاي ستيشن 4 نلعب بوضوح 60 فريم هذا اقوى شيء، البلاي ستيشن 3 كان حتى اقل من هيك، فالبي سي حاليا يلعبوا على 120 فريم وحتى 220 فريم، نحن نبي فوق 60 فريم، نبي بس فوق ال 100 فريم. اللي ما يعرف شو الفريم هو انه بالعربي ثلاثة الحركة او شيء من الكلام، انه لما تتحرك يمين يسار شخصيتك يتحرك
معاك بنفس الثانية، مو الوضوح، الوضوح ما له علاقة بالفريمات. فأي هذا الشيء الوحيد اللي أبي، إنه أبي البلاي ستيشن 5 على الأقل يدعم 120 فريم، ما نبي يكون 60 فريم نفس البلاي ستيشن 4، بس نستنى ونشوف. في أتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات آرائكم، وبس كانكم شركية شركة كيش كم ديها التاني إن شاء الله، مع السلامة. She keeps a sense of